النهاردة بتمر علينا ذكرى رحيل جنرال الكرة المصرية كابتن محمود الجوهري، واحد من أهم المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية كمان. كابتن جوهري توفي زي النهاردة سنة 2012، طبعا ليه دور بارز ومهم جدا في تاريخ كرة القدم المصرية، ومن ضمنها طبعا الصعود لكأس العالم سنة 90، ده غير الفوز بكأس أمم أفريقيا سنة 98. أكيد طبعا كابتن جوهري قاد الأندية الكبيرة زي الأهلي والزمالك عشان يقدر يحقق بطولات أفريقية، ده غير طبعا المنتخبات العربية زي منتخب الأردن، وبفضل إنجازاته المتميزة مع الأندية والمنتخبات بقى كابتن جوهري رمز كبير من رموز الرياضة والكرة المصرية. خلينا نتابع. تمر اليوم الذكرى 12 على رحيل جنرال الكرة المصرية الكابتن محمود الجوهري، الذي غاب عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012 عن عمر ناهز 74 عاماً. يعد الراحل محمود الجوهري أسطورة التدريب بالكرة المصرية بعدما سطر اسمه بأحرف من نور كأفضل المدربين الوطنيين بعد نجاحه في تحقيق كأس الأمم الإفريقية لاعباً عام 59 ومدرباً عام 1998 ليصبح أيقونة التدريب المصري. ارتبط اسم محمود الجوهري بالمنتخب الوطني حيث قاد الفراعنة في 4 ولايات مختلفة، نظراً للثقة التي كان يتمتع بها الراحل لدى الجماهير المصرية والتي كانت تثق في اختيارات المدير الفني، على الرغم من أنه كان يميل للطرق الدفاعية. واستطاع محمود الجوهري الصعود بالمنتخب الوطني لكأس العالم عام 1990. بدأ الجوهري مشواره مع الكرة ناشئاً بالأهلي تحت 18 عاماً في موسم 1954 و1955، وفي العام التالي ضمه الكابتن حسين مدكور للمنتخب العسكري أمام الاتحاد السوفيتي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. وخلال 11 موسماً قضاها لاعباً حقق 12 بطولة، هي 6 بطولات دوري، وحقق كأس مصر 3 مرات، ودوري منطقة القاهرة عام 1958، وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961. يعد الكابتن محمود الجوهري أول من درب فريقي الأهلي والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، ونجح في الفوز بأول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي وهي دوري أبطال إفريقيا عام 82، كما نجح مع الزمالك في الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 93، والفوز بكأس السوبر الإفريقي. كما فازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم إفريقيا عام 98 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الإفريقية لاعباً ومدرباً، وحصل على الكأس مع منتخب مصر عام 57 و59 وكان هداف البطولة. أيضاً استطاع الجوهري الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 90 لثاني مرة في تاريخه، وقاد المنتخب الوطني للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عام 1992 التي أقيمت في سوريا. قاد الجوهري منتخب عمان في كأس الخليج عام 1996 قبل عودته إلى مصر ليقود المنتخب مرة أخرى، وتولى تدريب منتخب الأردن لكرة القدم عام 2002، وقاده لدور الثمانية في كأس آسيا 2004، واستمر معه حتى عام 2007، وعمل كمستشار في الاتحاد المصري لكرة القدم من 2007 حتى 2009، كما تولى منصب مستشار الاتحاد الأردني لكرة القدم من 2009 حتى وفاته في 3 سبتمبر عام 2012.